Assalamu alaikum. Okay guys, I know everyone love Palestine. Like I and my brother did. Please just listen carefully, the truth that my brother want to tell. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wa qadayna ila bani Israel fil kitab latufsidunna fil ardi marratayn wa lata'lunna 'uluwan kabira. فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا إن أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.